طب ثانك يو احمد طبعا على العصير بتاع العيد ميلاد امبارح. يا جماعه احلى واحد في الدهب بيبيع مانجا ده مبدئيا, وفي يوم من الايام انت هتبقى حاجه كبيره قوي. وافتكر انا قلت لك الكلام ده, انا اختك الصغيره طبعا مش كبيره عشان نبقى متفقين. اوكي وبجد تسلم ايدك, وثانك يو ان انت تعبت معانا امبارح في العيد ميلاد. ثانك يو على النهارده جبت لنا مانجا, وثانك يو على كل المانجا شرفتها لنا من اول الرحله. شكرا يا احمد جدا. لا وانتي ثانك يو بجد يا منى على الكومنتس البوزيتيف اللي بجد مليانه بوزيتيف انرجي. ثانك يو سو ماتش فور بينج سو كيوت بجد. انت هتبقى حاجه كبيره وصدقني ده هيحصل شكرا. والبرتقان هايل 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 بجد. بقى مفاجأة المكان هنا, مش بس البط مش بس اي حاجه, صاحب المكان كريم وهم زي البط اللي بيعمله بالظبط. قول لهم بقى المكان فين. طبعا تعالى المكان في دهب زنوبة سلو كوكينج. كلمونا احجزوا معانا قبل ما تيجوا. منى عندها كل الديتيلز, ممكن تعملوا لها فولو. هنزل لهم الاكونت, هنزل لكم الاكونت ومستنيينكم. شكرا يا كريم جدا على الاكل. تحت امرك. انا تقريبا طبيعية. انا لا ايوه ان مو عندي زاد وانت وقف. يا ماما انا اقسم بالله بصي 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 طبيعيه. ازازه أيوة. ازازه وكوبايه فعليا ولا انا اللي انا كنت السباحه معرضاني مثلا. انت مظبوطه انت طبيعيه. الحمد لله يا رب. انا مش لازم تقولي كده بتجامليني. والله انا ضخمه جدا.